من النهارده الحد الثاني من الصيام، بكره تبتدي الاسبوع الثالث من الصيام. الوقت بيجري بطريقه عجيبه. مهم النهارده حد التجربه، اتكلمنا كتير عن الثلاث تجارب وقارنا بينهم وعرفنا حاجات كتيرة. النهارده نتكلم في نقطه تانيه برضو بيديها لنا السيد المسيح كلسان كدروس. النهارده عايزين نتكلم عن ثلاث افكار بتمسنا وبتمس عقولنا وبتمس حياتنا واحنا بنعيش في فتره الصيام وفي فتره الحياه عامه اللي بتمر علينا يوم بعد يوم. ثلاث نقط. السيد المسيح بعد عماده على طول انعزل فوق الجبل عشان يصوم ويصلي. فأول نقطة هنتكلم عليها العزلة والصمت والتوبة. احنا الحقيقة الواحد عاش لغاية ما شاف عصر محموم ومضطرب ومش سايب لنا مجال خالص نقعد مع نفسينا. وصلنا الحالة اللي احنا نفسينا بنهرب ان احنا نقعد مع نفسينا، ومبقاش عندنا حياة قلبية، حياة داخلية، بنعيش سطحي، كل امورنا سطحية مع نفسنا، وما بنبقى كل يوم والتاني في حياتنا بندورش غير على الحياة السطحية. قد ايه من ولادنا واطفالنا والمراهقين، ولادنا في سن المراهقة يقولون احنا ما بنتحملش الصمت والهدوء، عايزين موسيقى صاخبة، عايزين نت، عايزين محمول، ويقولون عشان نفضل في تواصل مستمر. لكن من ناحية تانية وبالعكس صدقوني، الصمت مهم جدا جدا في حياة الإنسان المسيحي. الصمت هو فراغ ضروري عشان السيد المسيح يملى هذا الفراغ. مدي فرصة لربنا، حدش عايز يدي فرصة لربنا، مشغولين وبنهرب ان احنا نقعد مع نفسينا، وبنهرب ان احنا نفضي قلبنا عشان ربنا يدخل ويتملك عليه، وندي ربنا فرصة ان هو يدخل ويحضر في هذا القلب الصامت. لازم في فترة الصيام تعمل مكان لربنا في قلبك ونسكت خالص عشان نسمعه. ما هو مش هنسمعه في ضوضاء حياتنا، لا يمكن هنسمعه في الضوضاء اللي احنا عايشين فيها دي، ويوم يرجع يوم ويوم يجيب يوم ويوم يجيب يوم، واللي ننام فيه نصبح فيه. وربنا هو الصيام جه هنغير الاكل؟ لا، الصيام جه النهارده بيقول لنا ربنا انا صعدت على الجبل عشان اقعد في عزله واصوم واصلي. الصمت يا احبائي اللي لازم ناخده بيسمح لنا ان احنا نتحكم في نفسنا ونضبط جسدنا ووداننا ونظرنا وفكرنا. وفي الصمت بنراجع ذواتنا ونبدأ توبتنا. لما تقعد مع نفسك وتحاسب نفسك كده، ايه اللي حصل في اليوم، يا ده ممكن ياخدك الى التوبة الكاملة، ممكن ياخدك الى الثبات الكامل في الله. عشان كده يقولوا ان الصمت والصلاة والتفكير رؤية واضحة لحياة الروحية للإنسان. عشان كده اول نقطة النهاردة السيد المسيح بيعلمها لنا من هذه التجارب، ان احنا في خلال هذا الصوم اللي بدأ ادي لنفسي شوية وقت، شوية دقائق في صمت وهدوء مع الله. وخلي بالك، كن حذر، اوعى تعتبر ان الوقت ده وقت حرمان من حاجات تانية. اذا اعتبرت كده مش هينفع،
لكن هيش الوقت الصمت ده هو اللي الكنيسة بتعلمه لك النهاردة ان ده لقاء متميز مع يسوع لقاء خاص بينك وبين ربنا. يبقى النقطة الأولانية نتعلمها في الصيام ده يا أحبائي، كل يوم خد مع نفسك شوية دقايق، فضي نفسك وقول للمسيح املى. ودي أولى خطوات التوبة، أن الإنسان يقعد مع نفسه. وده اللي نفع الابن الضال، هنشوف أحد الابن الضال، ده اللي نفع الابن أنه رجع إلى نفسه. فلازم إحنا نرجع لنفسنا في وقت الصوم، وإلا بقى هنبقى زي الفريسيين والكتبة ونصوم زيهم، وما ينفعش في الكنيسة. يبقى النقطة الأولانية اللي نتعلمها من ربنا أن تختلي بذاتك، تبعد عن الضوضاء، تبعد عن شغل طول النهار، سواء في مطاعم ولا في باتشيما ولا في مدرسة ولا في أي ولا في عيادة ولا في أي مكان. ابعد، اقعد مع نفسك وحاسب نفسك. النقطة الثانية اللي بيعلمها لنا السيد المسيح الشيطان. أصل في موضة دلوقتي بيقولوها لأولادنا إيه؟ شيطان إيه؟ مفيش حاجة اسمها شيطان. زي ما بيقولوا ربنا إيه؟ مفيش حاجة اسمها ربنا. بيقولوا لهم برضو مفيش شيطان. علشان كده لازم تكون متأكد الشيطان موجود وبيشتغل من خلال التجربة، والشيطان هو اللي بيحاول يخلينا نعتقد ان هو مش موجود، ان هو عبارة عن فكرة بس الناس حطها في دماغها. لا، له وجود حقيقي، ومنذ البداية هو استخدم نفس الاسلوب مع ادم وحواء، هو الاغراء، اغراء البطن، اغراء الممالك، اغراء تجربة ربنا. كل البشرية عرضة للتجارب يا احبائي، كل خلق لله عرضة للتجارب والاغراءات الشيطانية. التجربة في حد ذاتها مش شر، لكن المسيحيين بيعتبروها عكس من ذلك، ان هي زي ما قال اباء الكنيسة ان هي خير عظيم للحياة الروحية. التجربة مش شر، عشان كده يقول معلمنا يعقوب الرسول: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. إحنا بنتجرب من الشيطان، ولكن إذا جاهدنا فلنا إكليل الحياة الأبدية. عشان كده يا أحبائي، ناس كتيرة من أحبائنا ممكن يتجربوا بمرض خطير ويكون ده سبب إكليل حياة لهم، زي ما قديس الحبيب حبيبنا أبونا بشوي كامل لما سمى مرض السرطان سماه مرض الفردوس. الشيطان موجود وبيجربنا كلنا، وليه نظام، ليه تكنيك ماشي فيه. ثلاث خطوات عشان وقعك. الخطوة الأولانية يقترح عليك، دخل لك فكرة مقترحة وتخيل، وبعدين بعد كده يدي للفكرة دي نوع من اللذة، تخليك سعيد بالفكرة، لغاية كده مفيش خطية. لو قاومت مش هتقع في الخطية، لو هربت من التجربة هتنتصر، وربنا يقدر هذا الانتصار. لكن لو وقعت بقى في الخطوة الثالثة بتاعت إبليس، لما ما يلاقيكش بترفض ولا بتقاوم، هتقع في الخطية وهتقع في الإغراء وهتقع في التجربة، وسيكون السقوط. أي تجربة بتمر بالثلاث مراحل: الفكر، عشان كده بنعلم ولادنا أول ما يجي الفكر اهرب منه، وبنديلهم تدريب نهرب ازاي. الفكر، ومع الفكر يدي لذة للفكرة، وبعد كده لو ما قاومتش ها في التجربة وفي الخطية. الشيطان موجود، والعالم كله وضع في الشرير، موجود وبيحاربنا.
لكن ربنا أيضا موجود. والنقطة الثالثة هو الانتصار. ربنا بيدينا نصر ورحمة عشان يقول لنا كده في رسالة بولس العبرانيين، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. ودي كانت النهاردة مسيح لسه ما بدأش خدمته، كانت النهاردة أول مظهر من مظاهر رحمة السيد المسيح. كلنا عارفين أن رب يسوع معانا، وأن يسوع النهاردة اتغلب على التجربة، وأنه شبهنا في كل شيء من خلال خطية وحدها، والنهاردة هو مثال لينا وبيقول لنا الشيطان موجود وبيستعمل معك ثلاث خطوات. إذا قاومت من الخطوة الأولى أو الخطوة الثانية لن تسقط وتنتصر. وأنا نموذج لكم، سيد المسيح شبهنا في كل شيء وساب نفسه يتجرب وسمح كإنسان إن الشيطان يجربه، وكانت نتيجة لهذا التجربة النهاردة الثلاث تجارب الانتصار. معركة فريدة، وأنت تستطيع أن تنتصر أيضا كما انتصر السيد المسيح. السيد المسيح هو نموذجنا في الخدمة، في الحياة، في التصرف، في الصوم، في الصلاة، هو النموذج بتاعنا. يبقى ثلاث نقاط النهاردة نطلع بيهم يا أحبائي، وياريت نطبقهم في حياتنا. الاختلاء والصمت، أن تعطي لذاتك دقائق كل يوم مع الله وتفرغ نفسك عشان الله يملأ داخلك. ودي أول خطوة في خطوات التوبة. الحاجة الثانية، اوعى تنسى ان الشيطان موجود، او تخلي الشيطان ينسيك ان هو موجود وبيحارب. الحاجة الثالثة، حتى لو حاربنا الشياطين كلها وان قام علي جيش فلا اخاف شيئا، وان قامت علينا الشياطين كلها وحربتنا أعطانا السيد المسيح الانتصار في هذا اليوم المقدس. ربنا يدينا صوما مقبولا ولإلهنا كل مجد إلى الأبد آمين.